الأهلي يهزم الداخلية 2-1 بأقل مجهود ليزحف نحو القمة ويتقدم للمركز الثاني. كابتن ماهر مبروك فوز صعب. صعب. فوز صعب جدا. حقيقي يعني، لكن زي ما احنا قلنا في أول البرنامج إن أهداف النادي الأهلي إن هو الثلاث نقاط، يمكن أسامة وكباتن اتكلموا على كمان الأداء. احنا لسه ما وصلناش للاداء اللي هو يرتقي بينا ويرتقي باداء لعبتنا المميزه اللي احنا شفناها النهارده، لكن هو ده حلاوه الدوري العام انك انت كل ثلاث ايام برضك بيبقى حمل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي. لكن الهدف اللي احنا عايزين نوصل له هو ان شاء الله كل المؤجلات حتى المباريات اللي هي في ميعادها محتاجين ثلاث نقاط بشكل كبير. الأداء اختلف. يعني بداية المباراة كانت مبشرة ان احنا هنشوف، اجمعنا كلنا ان طبعا التشكيلة واللي بيلعب بيها مستر كولر، التغيرات اللي عملها خصوصا في الحتة القدمانية، ان عندك لعيبة كورة حسين الشحات وكهربا ورضا سليم، واللي جاي بيساند من تحت برضك أفشة وإمام عاشور، ودي أول مرة بنشوف الاتنين موجودين بصفة أساسية من بداية المباراة. يعني اتكلمنا على ان هتبقى في كورة حلوة، كورة فيها تكتيكية، كورة فيها أداء مميز للعيبة النادي الأهلي، وده اللي ظهر في النص ساعة الأولى. الجمل التكتيكيه اللي اتعملت من عمق او من الاطراف كلها كانت مثمره، لكن الاتقان في الاخر ايضا ما كانتش في ايجابيه على المرمى بشكل كبير. لكن الهدف اللي احنا جبناه الهدف الاولاني كان هدف مميز، اسيست جميل جدا من كهربا سندها بشكل مميز بامتصاص بالصدر لقفشة اللي هو قدر يصلح لنفسه، تصويبه جميله ما شافهاش الجول طبعا، هدف جميل. لكن رجع الداخليه لم صفوفه مره ثانيه، خطوطه مره ثانيه، ويمكن المره الوحيده ايمن اللي وصلوا لمصطفى شوبير الكورس العرضي اللي اتعمل في الدقيقه 43 عشان نشوف اندفاع او تهور من يمكن من ياسر على مهاجمي او مهاجم الداخليه اثمرت على ضربه جزاء. خرج الشوط الاولاني 1-1، لكن التعديلات اللي حصل بقى في الشوط الثاني، واحنا كلنا قلنا ان لعيبه النادي الاهلي هيبقى عندها دوافع، الروح هتبقى موجوده، الاصرار على المكسب هيبقى موجود، ما ينفعش نتيجه المباراه تبقى بهذا الشكل، خصوصا ان احنا شفنا الضعف اللي موجود عليه فريق الداخليه. وحاجه غريبه جدا النهارده الداخليه بيلعب النادي الاهلي جيم مفتوح من بدايه المباراه. لا عادي هو بيلعب كده يعني، فدي حاجه برضك من ضمن الحاجات اللي صحيح كانت مهمه على لعيبه النادي الاهلي انه يثمرها بشكل جيد. لكن التغيرات اللي عملها مستر كولر في الشوط الثاني معظمها هجوميه ايمن، لان انت نتيجه المباراه 1-1 كلنا حتى احنا موجودين في الاستوديو التحليلي حتى جماهير النادي الاهلي قالت لك يبقى الشوط الثاني مستر كولر هيفاجئنا بتغييرات هجوميه عشان نعدل النتيجه، وده اللي حصل. هدف السولية من الأهداف الجيدة.